التاريخية في مدينة طرابلس شمالي لبنان، مكتبة تختزن بداخلها كنزا من الكتب على أنواعها، مكتبة تعرضت للحرق والتخريب عام 2014، فذهبت ضحيتها مخطوطات يعود تاريخها إلى مئات السنوات، لكن أعيد ترميمها بعد عام، وأعيد معها بناء الثروة الثقافية في داخلها. هنا يجتمع التاريخ في بناء يعود تأسيسه إلى أكثر من 100 عام، ومكتبة افتتحت منذ أكثر من 50 عاما. تحتوي مكتبة السائح اليوم على حوالي 120 ألف عنوان كتاب، ثروة ثقافية كما يقولون هنا، أخذ بناؤها 50 عاما برغم تعرضها للحرق والتخريب عام 2014، حيث خسرت آنذاك ما يقارب 25% من عدد الكتب فيها. كتب قديمة منها النادرة وأخرى مدرسية وباللغات كافة، جميعها بدأ القيمون على المكتبة بأرشفتها وإدخالها في نظام الحاسوب. للاطلاع أكثر على هذه المكتبة التي توصف هنا بالكنز الثقافي، نستضيف مؤسسها الأب إبراهيم سروج. متى تأسست هذه المكتبة؟ تأسست هذه المكتبة منذ حوالي 50 سنة تقريبا. لماذا سميتم المكتبة مكتبة السائح؟ الله الله، أكيد أكيد أني أنا سميتها تيمنا بكتاب أرثوذكسي عظيم اسمه سائح على دروب الرب. السياحة يعني هي السياحة الدينية، اليوم صارت على الموضة كمان شوي، بلك السائح الذي يدير على السياحة يسأل، كان هذا إنسان روسي بس لحديث لا غير معروف من هو، كان يسأل الرهبان ولو أين محل وذهب، علموني كيف نصلي. زين، هو كتاب، وفي كتاب كمان الأهم منه أيضا هو اسمه حب الجمال، في لوكالية باليوناني يعني 5 مجلدات 6 مجلدات كمان، هذا كمان من التراث الأرثوذكسي يعني تيمنا بهالروحانية هذه. كم كتاب اليوم عندنا تحتوي هذه المكتبة؟ يعني بين يعني هلأ ابني هو اللي يعني مرقم الكتب بالكمبيوتر، هو يرقمها، يعني بين 100 و120 ألف عنوان كتاب، وعندنا أيضا كتب غير ان ايدنتيفايد UFO، بس الكتب المدرسيه اللي نحن هلا في قطاع الكتاب المدرسي والكتاب المهني، ولا كتاب بنيتون، كل هدول في كذا الف كتاب هون يعني بهالزاويه، ولا واحد منهم مسجل، لان كتب مدرسيه بتتغير وتتبدل وغيره. اما اللي على الكمبيوتر مسجل في عندنا 100 ألف عنوان، ويمكن يكون عندنا من العنوان 1000 نسخة واكثر، والمجموعه مثلا أريت كدستويفسكي 18 مجلد، أو قصة الحضارة هالقد، أو عندك 50 مجلد يا معلمي تاريخ الحروب الصليبية للسوري، نسيت هلا اسمه يعني كتير مغزار سهيل زكر، شفت جاء الاسم، هي عنوان واحد، وريقة صغيرة كمان عنوان واحد. إذا عندنا بكل سهولة 100 ألف عنوان محددة مضبوطة معروفة، وبعد الحريقة يعني الحريقة بلبلت، يعني الحريقة أخذت حسب الأخصائيين 20% أو 25% أو 30%. ماذا فقدتم خلال حرق المكتبة؟ يعني أنا بقول كان عندي مخطوطتين فقط يعني لابن نجيم الطرابلسي، يعني ما عاد بتذكر هلا، وطبع الكتاب كذا مرة يعني يمكن في اللغة، وفي اللغة عندي حب للمخطوطات، وكنت أذهب إلى دمشق وتعرفت بأحد الوراقين ما عاد بتذكر شو اسمه يعني، وأعطاني وريقات مخطوطة وما زلت أحتفظ بها، هذا ديدني يعني
قد لا يكون لها أهمية كبيرة، ممكن يكون لها ورقة من كتاب نادر بس محفوظة يعني عندي. هل بدأتم بأرشفة هذه الكتب وأدخلتم البرمجة في نظام هذه المكتبة اليوم بطبيعة الحال في ظل التطور العلمي الحاصل؟ معلوم عندي ابني هو اختصاصه هو البرمجة، وهو عمل البرنامج يعني من جديد. هلأ ابني يعيد أرشفة المكتبة من الألف إلى الياء، يعني فيك هلأ وعندنا علامة خضراء لكل كتاب قد أرشفناه، وأكيد الغير المؤرشف أكثر بكثير من المؤرشف. الأب إبراهيم السروش، شكرا لك على هذه الاستضافة. ونشكركم نحن أيضا. شكرا. إذن مشاهدينا، هذه هي حكاية مكتبة السائح في مدينة طرابلس شمالية لبنان. هذه المكتبة التي يصر مؤسسها على توسيعتها رغم التحديات الإلكترونية اليوم في مواجهة الكتاب الورقي. إلى اللقاء.